اختصاصية التغذية العلاجية حاصلة على بكالوريوس التغذية العلاجية والتصنيع الغذائي ودرجة البي جي دي في السيطرة على السكر والتثقيف به، ومؤسسة عيادة The Diet Art، العيادة التي حصلت على شهادة الامتياز والخبرة من شركتي إيركونيا وليدر لاستخدام تقنية الليزر الأخضر، وإحنا أول عيادة دخلت الليزر الأخضر لدولة الكويت وبدأنا باستخدامها. الآن شنو مميزات هذه التقنية التي تعتبر ثورة في تكنولوجيا علاج الدهون؟ شلون تشتغل تقنية الليزر الأخضر؟ تشتغل تقنية الليزر الأخضر بشكل أساسي على جسيم الميتوكوندريا، الميتوكوندريا اللي تحفز تصنيع مركب الطاقة واللي هو الATP. ما رح أعقدها عليكم، ولكن لازم تعرفون إن إحنا كل وظائفنا الحيوية والطاقة اللي نحصلها خلال اليوم ما هي إلا ترجمة لوجود مركب اسمه الATP في أجسامنا. تقنية الليزر الأخضر تخلي جسمك يصنع هذه المادة بأربع أضعاف الكمية الطبيعية اللي أنت تصنعها بدون التعرض لهذا الليزر. الآن شنو فائدة هذا الشيء بموضوع الدهون والمقاسات؟ لما تتنشط الميتوكوندريا وتطلع ATP أكثر، معناتها جسمك نشيط أكثر، يقدر يحرق سعرات حرارية أكثر. هذا غير أنه تقنية الليزر الأخضر تخلي الدهون تطلع من الخلية الدهنية عن طريق ثقوب بسيطة تحصل في الخلية الدهنية، تطلع منها الدهون وتمشي في الدورة الليمفية، ونستخدم معظمها في تصنيع الطاقة، والبعض الآخر ممكن يخرج من الجسم، وبعض قليل جدا يعود ليذهب بالخلية الدهنية بدون ما يكون خلايا دهنية جديدة. ليش تقنية الليزر الأخضر تقنية آمنة تماماً؟ لأنه ببساطة هي لا تضر الخلية الدهنية. يعني أنت لما تتعرض لتقنية الليزر الأخضر أو للليزر الأخضر، خليتك الدهنية لا تصاب بأي ضرر، وهذا الشيء لا يحدث أبداً في أي تقنية أخرى اعتادت العيادات استخدامها من أجل تصغير المقاسات. بالإضافة إلى ذلك، لأنه إحنا نحافظ على الخلية الدهنية وما نصيبها بأي ضرر، معناتها إحنا حافظنا على وظائفها الحيوية، وخاصة بما يتعلق بوظائفها المرتبطة بالغدد الصماء وإفراز الهرمونات. بماذا تختلف تقنية الليزر الأخضر عن الأجهزة الأخرى اللي تنحت الجسم أو تصغر المقاسات؟ معظم الأجهزة الأخرى والتقنيات الأخرى تعمل فقط على تصغير المقاسات، وهذا طبعا يكون شيء مؤقت، لأنه بمجرد ما الإنسان يزيد شوية وزنه رح ترجع الدهون تظهر بنفس المنطقة ومناطق أخرى قد تكون أكثر إزعاجا. زائد التقنيات الأخرى تضر الخلية الدهنية، إما بتفريزها أو بحرقها بالمعاملة الحرارية، أو يعني تعريضها لحرارة عالية ممكن تضر الخلية الدهنية، أو بأن هي تتكسر أو تكسير الخلية الدهنية. وبكل الأحوال أي عمل إحنا نسويه على الخلية الدهنية يضر الخلية الدهنية يعود علينا بالضرر، لأنه ممكن يؤثر على شهيتنا ويؤدي إلى اضطراب بالشهية، وكذلك اضطراب بشعور الجوع والشبع، وأحياناً بعض الوظائف الحيوية المتعلقة بالغدد الصماء. شنو الفوائد اللي نحصلها من المعالجة بالليزر الأخضر أو بتقنية أميرالد الليزر الأخضر؟ أول شيء أنت راح تصغر مقاساتك. ليش؟ لأنه إحنا طلعنا الدهون من الخلية الدهنية. الشيء الثاني، مو بس راح تصغر مقاساتك، وإنما راح ترفع معدل الحرق، وهذا الأساس والجوهر من تقنية الليزر الأخضر، لأنه إحنا في كل التقنيات السابقة نتعامل فقط مع الدهون بدون ما نتطرق إلى الحرق ومعدل الحرق بالجسم، والأصل إنه إحنا نرفع الحرق في أجسامنا لتصبح قادرة على التعامل مع الدهون الموجودة أصلاً في الجسم. الشيء الثاني أو الثالث، بعد إنه هي تصغر المقاسات وترفع الحرق، ثلاثة، ممكن تساعد في تخفيف الشعور بالألم. أربعة، ممكن بعد 6 شهور من التعرض للليزر الأخضر تحاليل الدم تبدأ تراوينا معدلات أفضل من الكوليسترول والدهون الثلاثية والدهون الضارة بالجسم. كما وأن تقنية الليزر الأخضر قد تساعد الناس اللي عندهم مثلا السكري ويعانون من أطراف ملتهبة، أن هذه الأطراف تبدأ تتحسن إذا تعرضوا للليزر الأخضر.